في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بالمشهد الثقافي العربي وتأكيداً منها على أهمية توثيق الجسور الثقافية بين الدولتين، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية احتفالية فنية بمئوية الموسيقار المصري سيد درويش تحت عنوان أنا هويت ما انتهيت، وذلك ضمن مشاركة المركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024. يحتفي الحدث بالتأثير الممتد لموسيقى سيد درويش في العالم العربي من خلال مشاركة الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي ومجموعة من الفنانين العرب، كما سيتضمن كشف الستار عن ضيف الشرف لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، وذلك في قصر عابدين يوم 24 من يناير الساعة 6 مساء في حفل موسيقي ساحر نطرب فيه لرائعة درويش أنا هويت وانتهيت، لنكرم إرثا فنيا عظيما لن ينتهي أثره أبداً.